إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ويقول المولى جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البريئة. ويقول المولى جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وجاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. عباد الله، لقد رغب الإسلام أتباعه في أن يكونوا من خير الناس منزلة عند الله في الدنيا والآخرة، وذلك بفعل ما أمر الله به والبعد عما نهى الله عنه. وحذر الإسلام أتباعه من أن يكونوا من شر الناس منزلة عند الله، فيستحقوا بذلك أشد العذاب وسوء المنقلب والمآب. واليوم بإذن الله تعالى سنستعرض بعض أصناف الناس الذين وصفهم الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأنهم من شر الناس. جاءت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة بأوصاف لبعض الناس وصفهم ربي جل وعلا ووصفهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم من أشر الناس ومن شر الناس يوم القيامة. فمن هم هؤلاء؟ وكلمة شر الناس والعياذ بالله تعني أن هذه الطائفة من الناس هي من أشد الناس عذابا يوم القيامة، تعني أن هذه الطائفة من الناس من أخص الناس منزلة ومن أحطهم رتبة يوم القيامة ومن أبعدهم عن الله سبحانه وتعالى وعن المصطفى وعن عباد الله الصالحين يوم القيامة والعياذ بالله. لذلك لما نقرأ هذه الآيات وهذه الأحاديث، الغاية أولا وابتداء أن الإنسان يبتعد عن هذه الصفات التي سنريدها الآن. هذا هو الغاية. المؤمن ديما لم يسمع حديث فيه ترهيب وفيه أوصاف دنيئة، الغاية الإنسان أنه يبعد عن تلك الأوصاف. عباد الله، من شر الناس منزلة عند الله من قال الله تعالى فيهم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. فكل من كفر بالله عز وجل أو كذب برسله وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل أولئك داخلون في قوله تعالى: أولئك هم شر البريئة. وهنا بين قوسين مرة أنا ديما راني كالإعلام كالهابط هذاك ديما نتبع فيها، مش نسمع شو يقولوا وشنو يبثوا من سموم في الشعب المسكين. مرة في إذاعة من إذاعاتهم الهابطة جايبين موضوع حول لفظ الكفار، قال لك هذه كلمة الكفار ما عادش تقولها، والكفار فيهم ناس مخترعين وفيهم ناس طيبين ويصنعوا بالدواء ويصنعوا بكذا، هذوما خير من بعض المسلمين، هكا يقولوا ويجيبوا في الناس في التليفونات يقولوا بالكلام هذا. ربي قال لك لا، قال لك الكفر والذين كفروا المشركين هم شر البريئة.
سواء كان معناها مخترع ولا عمل ولا ما نعملش، إذا كافر بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم هم شر البريئة، وهذا من عقيدتنا. وكذلك كل من أشرك بالله عز وجل، أي جعل لله ندا، أي صرف نوعا من أنواع العبادة التي لا تنبغي إلا لله عز وجل، صرفها لغير الله فهو مشرك، فهو إذن من أشر الناس، ويدخل في قوله تعالى أولئك هم شر البريئة. واللي يمشي يدعي يا سيدي فلان نجحني بنتي وزوجني بنتي، هذوكم هم من شر البريئة، يمشي يتمسح في القبور وامتي كذا ويدعي غير الله عز وجل. وكل كذلك من لم يستسلم لأحكام الله عز وجل ولشريعة الإسلام ورأى أنها لا تناسب هذا العصر، فأولئك أيضا يدخلون في قوله جل وعلا أولئك هم شر البريئة. لأن الإنسان اللي استهزأ بأحكام الشريعة ويظن أنها لا تصلح لهذا الزمان، هذا عياذ بالله يدخل في الكفر وفي الشرك وفي كل هذا. عباد الله، ومن شر الناس منزلة عند الله تعالى من قال الله فيهم في سورة الأنفال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولا يظنن أحدكم أن المقصود بالدواب هي أكل البهايم وكل حمير وكل، لا، الدواب هو كل ما يدب على وجه الأرض من مخلوقات يدخل فيها الإنسان والحيوانات وكل شيء. إن شر الدواب عند الله كل ما دب على وجه الأرض. أشكونهم يا ربي، معناها أخيب حال في مخلوقاتك. أولهم الصم. الصم مش معناتها اللي ما يسمعش، لا، الذين لا يسمعون الحق. وارجعوا للمفسرين، شر الناس عند ربي سبحانه وتعالى الصم، الذين لا يسمعون الحق، الذين لا يريدون سماع الحق. ولقد وصفهم الله تعالى في الآية التي تسبق هذا الآية، هذه الآية بشكل أوضح. في الآية التي قبلها ماذا قال الله؟ قال سبحانه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي الذين يسمعون بآذانهم دون قلوبهم، يسمعون بآذانهم ولا يتدبرون ولا يتعظون ولا يطبقون. هؤلاء يدخلون في قوله إن شر الدواب عند الله الصم. يسمع الآيات ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ، لكنه لا يتعظ، ويسمع بالأذن وما يطبق شيء، والقلب في غفلة. ومن شر الناس عند الله كما في هذه الآية كذلك البكم، الذين لا ينطقون بالحق، الذين لا يدعون إلى الخير، الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. ومن شر كذا وشر الناس عند الله كما في هذه الآية كذلك الذين لا يعقلون. أعطاهم ربي سبحانه وتعالى عقل ليميزوا بين الخير والشر، ليميزوا بين الحق والباطل، هم عطلوا كالعقل هذاك وما استعملوش العقل هذاك باش يميزوا به بين الحق والباطل. وبعض الأحيان يقول لك الناس احنا أشكل علينا، والله ما أشكل علينا إلا بسبب نفاقنا، لأن الحق واضح والباطل واضح. الحق هو ما جاء به الله، ما أنزله الله سبحانه في كتابه، وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وما عدا هذا مما نراه اليوم من خزعبلات فهو باطل، ولكن نحن نكذب على بعضنا. الذين لا يعقلون، الذين فقدوا العقل الذي يميزون به بين الحق والباطل، بين الخير والشر، هؤلاء كذلك يدخلون في قوله إن شر الدواب عند الله. هؤلاء وصفهم سبحانه وتعالى في آية أخرى بأنهم كالأنعام بل هم أضل. لذلك عباد الله فلننتبه جميعا، ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل، الذي لا يريد سماع الحق والذي يسمع الحق ويسمع كلام الله ويسمع الموعظة ولا يتعظ ولا يطبق، والذي لا يدعو إلى الحق، والذي لا يميز بين الحق والباطل، كل أولئك وصفهم الله تعالى بأنهم من شر الدواب، أي أنهم من شرار خلقه والعياذ بالله تعالى. عباد الله، ومن شر الناس منزلة عند الله من قال الله تعالى فيه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يخبرنا المولى جل وعلا في هذه الآية أن من شر الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى البخيل،
الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى المال ولم ينفقه في سبيل الله عز وجل، في سبيل نصرة الدين، في سبيل نشر الدعوة، في سبيل نشر القرآن، في سبيل نشر العلم النافع. من أعطاه الله عز وجل المال ولم يؤدي زكاة ماله، هذا أيضا قول آخر للمفسرين. المقصود في هذه الآية الذين لا يؤدون زكاة أموالهم كذلك. قال تعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، أي ثعبانا عظيما. اللي ربي معناه أعطاه مال وهو ما أداش الزكاة المال هذيك، مثل له ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فليحذر عباد الله كل من أتاه الله سبحانه وتعالى مالا فلم يؤدي زكاة ماله، وليحذر أولئك الذين آتاهم الله سعة من المال ولم ينفقوا أموالهم في سبيل الله عز وجل، في مشاريع الخير، في مدارس تحفيظ القرآن، في مدارس العلوم النافعة. هذوما اللي ربي أعطاهم أموال طائلة وهم ينفقوا فيها من هنا ومن هنا فيما لا يعني، وإذا قلت له ساهم في أعمال الخير، ساهم في تحفيظ القرآن، وقتها يولي عادي يشد هذا، فليحذر يدخل في الآية ذا ويكون من شر الناس يوم القيامة. وأنه هذا سيرى حتما نتيجة ما كنزه من أموال في قبره ويوم يقف أمام الله عز وجل. عباد الله، ومن شر الناس منزلة عند الله من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، من تركه الناس اتقاء شره. وفي رواية عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. فهذا الصنف من الناس تراه فظا، غليظ الطباع، قبيح الكلام، صليط اللسان، ظالم لا يؤمن شره، لذلك تجد أن الناس يتحاشونه ويبتعدون عنه خشية أن يصاب من شره ومن أذاه. وقد يكرمونه حتى يصل بهم، مش يخافوه برك، يكرمونه ويلينون معه الكلام اتقاء لشره وخوفا من ظلمه. وهذا رأيناه في بلاد العرب في هذا العصر، عصر الظلم والاضطهاد، ربي إن شاء الله لا يرجعش علينا. رينا بعض الناس واللي الناس تحاشاهم وتخاف منهم وبالعكس تجري لهم واحد يقول لك أخوي فك عليه من شره، إنسان شرير وظالم يمشي يصب بي ولا يعمل لي بعض العمل، ولا اتقاء شره يكرمونه. عباد الله، ومن شر الناس منزلة عند الله تعالى من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تجد من شر الناس يوم القيامة، تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا الصنف من الناس تراه يضحك بوجهك وهو يكن لك البغض والحقد، يتظاهر بنفعك وهو يتمنى ضررك. يجيك في الهناء في المسجد يبدأ
ما شاء الله يضحك لك ويشكر فيه ومن تالي يكتب فيه يكتب فيك التقارير حتى كجد بالصدق بالكذب ويمشي يصب ويمشي يكتب فيك. يلبس ثوب المصلحين وهو إمام المفسدين، لما يكون مع المؤمنين بالمسجد يظهر الصلاح والتقوى، ولما يكون مع أعداء الدين وأعداء شريعة الإسلام يأتيهم بوجهه الآخر. فالمؤمنين يتكلم بقال الله قال الرسول ويصلي في النوافل ويعتمر، لما يمشي مع أعداء الشرع يستهزئ بالمؤمنين، يستهزئ بشرع رب العالمين وبسنة المصطفى الكريم، يأتي بالمنكرات، يرقص مع الراقصين، يشرب الخمر مع الشاربين، يستهزئ مع المستهزئين. ما أكثر هؤلاء الصنف في هذا الزمان وفي هذه البلاد على وجه الخصوص. إنهم بحق شرار الناس عند الله جل وعلا، وصفهم المولى في كتابه الكريم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. عباد الله، الله سبحانه وتعالى لا يحب التلون، والإسلام لا يرضى بسياسة تعدد الوجوه، لأن الحق واحد لا يتعدد. فهذا الذي يتلون كالحرباء على حساب مصلحة دينه وأمته هذا من شرار الخلق عند الله جل وعلا. هذا الصنف من الناس قال عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث عمار رضي الله عنه: من كان له وجهان في الدنيا